والآن يوجد من الأخبار ما يكفي من أن أمريكا قد أسست منذ عدة سنوات، ربما 10 سنين، ما يسمى بقوات التدخل السريع، تحسبا لظهور المهدي عليه السلام وليس لشيء آخر، كما أنها افتعلت، لاحظوا، كما أنها افتعلت حرب الخليج لأجل أن تملأ الخليج بالبوارج الحربية تحسبا لظهور المهدي عليه السلام. As old threats recede, new threats emerge. The quest for the new world order is in part a challenge to keep the dangers of disorder at bay. We must build on the successes of Desert Storm to give new shape and momentum to this new world order. Only when this transformation is complete will we be able to take full measure of the opportunities presented by this new and involving world order. كما أنه من الأكيد أن له في البنتاغون ملفا كاملا وضخما عن أخباره التي تستطيع أمريكا جمعها، حتى قالوا أنه يفتقر فقط إلى الصورة الشخصية له طبعا وهي مفقودة، ولا شك أيضا أنها تأخذه بنظر الاعتبار في كمبيوتراتها السياسية كأحد أهم المحتملات للتغيير الاجتماعي الممكن حصوله في الشرق المسلم، طبعا مع التعتيم التام على كل هذه الأمور. جاء في خطاب السيد الصدر قبل قتله رحمة الله تعالى عليه، هو إخبار أو لنقل تنبؤ بالمخطط الأمريكي لاحتلال العراق قبل سنوات من وقوعه، وقد كشف في خطابه بكل وضوح السبب الحقيقي الذي دفع أمريكا للقيام باجتياح واحتلال العراق فيما بعد. والسبب ليس هو تدمير أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية، وليس أيضا نشر الديمقراطية في العراق أو الحرية كما يقول السياسيون، ولا أيضا لغرض النفط كما يدعي بعض خصوم أمريكا مثلا، بل بيّن بأنه تحسبا لظهور المهدي المنتظر عليه السلام. فقال في خطابه أن أمريكا كانت تعرف بظهور الإمام عليه السلام ولديها معلومات أكيدة بهذا الخصوص محفوظة لديها في دوائر البنتاغون، فقط تفتقر إلى صورته. وهذه المعلومات جمعتها استخباراتها وكمبيوتراتها والوسائل التقنية المعلوماتية والاستخباراتية الأمريكية منذ سنين. ولهذا السبب، أي لمحاربة المهدي، يقول السيد الصدر، حشدت أمريكا جيوشها في الخليج وخططت لاحتلال العراق. وفعلا احتلت العراق استعدادا لمواجهة ومحاربة الإمام المهدي عليه السلام ومخططه لإقامة دولة العدل الإلهي التي ستفني حاكمية الناس والدجال الأكبر أمريكا والديمقراطية وتنصيب الناس للناس. وقد بين بوش في مواقف كثيرة أن حربهم في العراق كانت بأمر الرب كما يزعم.